سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من خلال برنامجكم واش اخبارك على توب تيفي. واش اخبارك باللي بزاف ديال العمليات الحيويه اللي كاينه دابا في الجسم ديالك، ولا بغيت تسمع الصوت ديالها غادي دير يديك على ودنك وغادي تسمع هذا الصوت. واش خبرك بلي 85% ديال الناس كيديروا بزاف ديال الاصوات غريبه في الوقيته اللي كيكونوا كيحسوا بها بالملل؟ واش خبرك بلي كاين واحد الشخص اللي سميتو بيرزي ادواردز اللي قدر انه يقلد بزاف ديال الاصوات ديال الطيور والحيوانات والحشرات، وملي وصل 63 عام قدر انه يقلد اكثر من 800 صوت؟ بزاف ديال الناس وبعض المرات ملي كيكونوا ناعسين كيحسوا براسهم بحال غادي يطيحوا من هذيك البلاصه اللي هما ناعسين فيها. هذه العمليه كيديرها العقل ملي كيحس بان الوظائف ديال الجسم تقدر تموت. واش خبرك باللي في اليابان المعدل ديال التاخر ديال القطارات ما كيفوتش 7 ديال الثواني؟ هنا في المغرب 7 السوايع، 2 السوايع، 3 السوايع، انت وزهرك. ايوا سيدنا، كنتمنوا تكونوا استفدتوا من خلال هذه المعلومات اللي قدمنا لكم من خلال هذه الحلقه. نتلاقاو في حلقه جديده من خلال برنامجكم واش اخبارك، خلال معلومات جديده غادي نقدموها لكم ديما على توب تيفي. هي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابونوا عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي، شكرا.